السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند قناتي شهيوات عيشة. اليوم راني غادي نشارك معكم واحد الوصفة، هي الرز بالحليب ديال نواة كوكو. راه كيجي زوين بزاف، لا في المنظر ولا في الذوق. تابعوا معايا خطوة بخطوة، ان شاء الله راكم تنجحوا في الوصفة ديالكم. لاحظوا على الرز ديجا ما شاء الله راه زوين بزاف. بسم الله على بركة الله نبداو في الوصفة ديالنا. غادي نحتاج 400 غرام ديال الرز، نحتاج بصلة واحدة، غادي نحتاج واحد الفلفلة اللي عندكم الخضرة ولا الصفراء ولا اللي درتو ولا حمراء اللي درتو هذيك هي. نحتاج 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، نحتاج واحد حبة ديال الثوم، نزيد عليهم 200 غرام صدر ديال الدجاج، نزيد عليهم نص معلقة صغيرة ديال حب الكحلة، نص معلقة صغيرة ديال الملح، نخليهم يتشحروا بحال هكا. غادي نخلطهم بحال هكا مزيان، نغطي عليهم ونخليهم يتشحروا واحد 5 دقائق صافي. بعد ما خليتهم يتشحروا 5 دقائق وغادي نزيد عليهم هذاك الرز، الرز اللي عندكم واجد، الا كان عندكم بصماتيك احسن صافي. دابا غادي نخلطهم هكا مزيان، نقص النار مزيان، نخليهم يطيبوا غير على خاطرهم. جوج زلايف ديال الماء عامرين مزيان، زيد عليهم هذيك 200 مليلتر ديال حليب ديال نواة كوكو، غادي نجيبو الصدر ديال الدجاج واحد 200 غرام، 200 غرام غادي نديرها مع الرز، 200 غرام غادي نقليها نديرها مع لاصوص. تابعوا معايا مزيان باش تفهموا مزيان. دركو غادي نجيب المقله، غادي نحتاجو جوج معالق ديال زيت الزيتون، وغادي ندير فيهم هذاك الصدر ديال الدجاج اللي غادي ندير به لاصوص. هذا الرز اللي راني نقليه مع هذاك الدجاج، غادي نزيد عليه 750 مليلتر ديال الماء مع 200 مليلتر ديال الحليب نواة كوكو، صافي المجموع 750 مليلتر. صافي غادي نخليهم يطيبوا مزيان، نقص عليهم النار. دركي غادي نزيد 200 مليلتر ديال الحليب ديال نواة كوكو، غادي نديرو هنا مع هذا الصدر ديال الدجاج باش ندير بهم لاصوص. نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا غير شويه، مره نبقى نخلط فيهم باش ما يتحرقوش من التحت، باش ما يتلصقوش في الكاسرونه. درك المقله كنقلي فيها لاصوص، المقله كندير فيها الرز يطيب، الرز حتى هو يكون يطيب نقص عليه النار وخليه يطيب غير شويه. راه ماركي في الباكيه نتاع الرز شحال من دقيقه اللي كيطيب فيها. غادي نجيب الفرماج مطحون، غادي نديرو مع لاصوص، غادي نخلطو مزيان. غادي نجيب هذا القطع ديال الفرماج، الا ما كانش وجد لكم القطع ديال الفرماج بلا ما ديروه، غير هما كيعطيو الذوق مزيان لهاد لاصوص. نخلطهم مزيان حتى تدقل، هاد لاصوص تجي خاطره بحال هكا. صافي دركي راني غادي نقدمهم بالصحه والراحه. ها هو الرز ديالي طاب، هيا لاصوص طابت. دركي غادي نجيب، غادي نديكوري بهاد الزلافه، نعمرها مزيان مزيان. وغادي نديرها في هذا الطبسي صافي بحال هكا. ودركي غادي ندير عليه لاصوص حداه، بغيتو ديرو غير حداه لاصوص، بغيتو ديرو فوق منها هنا راه كيجي زوين بزاف. صافي نجيب واحد العريش ديال الصبر هكا باش غير تزوقو بيه،
درت صافيها هو الرز ديالي راه ما شاء الله زين بزاف. وغادي نجيب الزلافه الاخرى غادي نكب فيها بلا ما ندكوريها. صافي راني كملت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بارك الله فيكم، السلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.